يقومون بحقن ولا محاولة حقن تلاميذ في سوسة إلى صفقة نخيل تطيح أو تحيل والي سابق على القضاء صفقة نتاع باش يزينوا نخلي زينوا به الشوارع. شنو هي الحكاية اللي صارت فيه وشنو هي التفاصيل نتاع القضية هذيا؟ سعيدة جدا باستضافة المساعد الأول لوكيل الجمهورية نطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد سير جابر الغنيمي. مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجاتنا. أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. شكرا لك. شنو الحكاية وشنو اللي صار بالضبط وشنو هي النخلات هذوما اللي باش نزينوا بهم الشوارع؟ أصبحنا نبحثوا في القضاء. هو في الأيام القليلة الفارطة ورد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد التبليغ مفاده أنه فما شبهة فساد تتعلق بصفقة تزيين الطريقة الرابطة بين مدينة سيدي بوزيد ومدينة الأسودة بواسطة غراسة أشجار النخيل. وأنه المشروع هذا يتضمن جملة من الإخلالات والتجاوزات. النيابة العمومية تحركت بصفة جديدة عاجلة. الصفقة ولا قديمة سي جابر؟ هي الصفقة قديمة شوي. نجمش تعطينا عماش ولا مثلا؟ هي بدأ مشروع نتاع المشروع بدأ من 2016-2017 ولكن تواصل على خطر من خلال هذا تم غير وفما فيه ليمات وتم إعادة معناتها غراسة أشجار أخرى إلى غير ذلك. فمعناتها وبخط المشروع هذا معناتها متواصل لمدة معينة. كما قلت قداش من نخلة ولا ما عندكش العدد؟ والله هو للأمانة باش نعطيك تقريبا لأن فما معناتها تقرير اختبار تم إجراءه في الغرض فهم في حدود 700 نخلة. 700 اي لكن الاغلب من خلال هذا معناتها ما نجحش كل ما تمات فما عدد قليل معناتها اللي نجح من النخيل هذا. كما قلت لك انا نعاود نرجع لحيثيات الموضوع. قلت لك فما التبليغ على اساس فما فساد يتعلق بالصفقه دي اللي هي تزيين مداخل معناتها سيدي بوزيد حتى المدينه الاسود بالنخيل هذا. النيابه العموميه تعهدت بصفه معناتها فوريه بالموضوع وعاهدت احد الوحدات الامنيه الراجعه بالنظر للامن الوطني بسيدي بوزيد بالبحث في الموضوع وتم بناء على بطبيعه الحال تعليمات النيابه العموميه اجراء جمله من التسخير حجز الملف تكليف خبير في الفلاحه لاجراء معناتها التقرير في القرض وكذلك اجراء جمله من السماعات. كل طرف بطبيعه الحال عنده علاقه بموضوع نتاع تزيين هذه معناتها غراسة هذه الأشجار النخيل هذه لتزيين كما قلت لك الطريق الرابطة بين الأسودة وسيدي بوزيد تم استدعاهم لسماعهم وإجراء المكافحات اللازمة معناتها في الغرض. على ضوء استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لسيدي بوزيد والتي أذنت بتقديم إحالة ثلاثة متهمين على النيابة العمومية بحالة تقديم. هذوما الأشخاص هذوما اللي أذنت النيابة العمومية بحالتهم عليها بحالة تقديم هما فما شخص سبق له أن تقلد منصب والي سابق بسيدي بوزيد. كذلك تم الإذن بتقديم المقاول هذا لكلف بإنجاز المشروع بإنجاز المشروع وكذلك فما موظف تابع للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد. الملف سيقع إحالته إن شاء الله على النيابة العمومية لاحقا بطبيعة الحال والنيابة العمومية ستتخذ الإجراءات اللازمة. معناتها الشبهة تحوم حول أنه نخل هذايا معناتها نقولوا احنا موش باهي معناتها نخل من نوعية مش جيدة يعني نخل خاطر ماتوا ما قعدش معناتها صفقة فساد في الموضوع هذايا. هو كما قلت لك شبهة فساد لأنه أغلب النخل هذا مات وما نجحش. بطبيعة الحال من تونس تشراه معناتها من تونس ولا من برا؟ لا 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 المنتوج كله تونسي معناتها من تشراه من احد المدن بالجنوب التونسي ومعناتها سلعه تونسيه. قداش قيمه المشروع بالفلوس ولا مع
والله تو شوف احنا مبدئين على خاطر الكلفة هي في شكل أقساط. القسط الأول اللي بارتها تم خلاص في المقاول هو في حدود 80 ألف دينار تقريبا. 80 مليون معناتها؟ اي هذا القسط الأولى. لأنه للأمانة ما نجمش نعطيك بالضبط القيمة الكاملة تاع الصفقة، فهمتي؟ أما اللي لأنه فما المقاول خذا دفعة أولى في حدود 80 مليون دينار. هذه الدفعة الأولى، وكما قلت لك أنه حسب بطبيعة الحال التقارير اللي قام بها الخبير العدلي في الفلاحة، معناتها أغلب الأشجار دي كلها ماتت وما مثلت أو هي معناتها يابسة. واضح واضح. نتابعوا معكم هذا الملف سيد جابر الغنيمي، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. شكرا. صفقة نخيل تحيل 3 أشخاص على القضاء، بينهم والي سابق، بينهم المقاول اللي أنجز المشروع، وأيضا معناتها إداري أو واحد يخدم في الإدارة الجهوية لتجهيز بسيدي بوزيد. صفقة فيها تقريبا معناتها 170 ولا قداش النخلة، فيهم مشكلة كبيرة وكبيرة برشا. تنجموا تعاودوا تفرجوا في اللايف ستريمينغ مع سيد جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية. أنا تقراسم بسمحكم بتتأيب سيدي بوزيد على صفحتنا على فيسبوك. هكا وصلنا إلى ختام هذا